السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد، وهنعمل مع بعض وصفة جديدة، وصفة فعالة ووصفة قوية جدا لنزلات البرد والكحة والسعال. كل المشاكل دي دايما بنعاني منها في فصل الشتاء، وخصوصا الأطفال. دايما الناس اللي هي بتخرج بدري، والناس اللي هي يعني بتبقى عندها حساسية شوية، ودايما على طول من أقل شوية برد من أقل شوية هوا دايما بتعطس وبتجيلها كحة والحاجات دي كلها. النهاردة هنعمل وصفة قوية جدا ووصفة فعالة لكل المشاكل دي. بسم الله، ونحط لايك للفيديو. عايزاك توصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات، ويلا كده يا جماعة نشير الفيديو مع بعض علشان ناس كتير تستفاد من الوصفة بتاعتنا، لان حقيقي في ناس كتير محتاجة ان هي تعرف وصفة زي دي بديل العلاج، لان زي ما انتوا عارفين العلاج ممكن يجيب معاك نتيجة، ممكن ما يجيبش، ممكن يقلب معاك بنتيجة عكسية، ممكن يطول ما يجيبش نتيجة سريعة. كل الحاجات دي ان شاء الله هنستبدلها بطريقة طبيعية وبوصفة طبيعية زي ما انتوا شايفين. معانا عشبة كويسة جدا كلتنا بنحبها وكلتنا بنفضلها، سواء في الصيف او شتاء بنحب ان احنا نشربها. ايه هي عشبه الكركديه اللي انتوا شايفينها ديت؟ دي يا جماعه العشبه دي اسمها كركديه، ده بتيجي من عند العطار وبتبقى عشبه كويسه جدا كلتنا بنحبها، سواء عندنا برد ما عندناش، في الشتاء ممكن بنسقعها وبنشربها ساقعه، في الصيف قصدي في الشتاء بنشربها دافيه زي ما انتوا شايفين كده، وده كويسه جدا ولها فوائد كويسه جدا. انا النهارده اتعمدت ان انا اجيب العشبه ديت على اساس في ناس كتير بتحبها وبتفضل ان هي بتشربها. هنعملها مع مكون سحري كويس جدا جدا. المكون دوت هيشيل معاك الكحه والسعال والحساسيه والحاجات دي كلها من اول يوم بس، تمام؟ فان شاء الله من اول يوم بس هتشربي فيه المكون دوت، هتحسي ان فعلا بقى فيه هدوء، مفيش احتقان في زورك، مفيش كحه، مفيش كل المشاكل ديت. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا كده نعمل مع بعض الوصفه بتاعتنا. دلوقتي كده هنعمل اول وصفه مع بعض. انا في الفيديو ده هعمل معاكم وصفتين، الوصفه اللي تعجبك او تريحك اعمليها، بس احنا بنعمل الوصفه الكويسه لكل الاطفال ممكن تشربها حتى الكبار كمان، وتجيب معاهم نتيجه كويسه جدا. ده دلوقتي كده هناخد معلقه من الكركديه، هناخد برده كمان معلقه لو انت حابه ان انت تعملي كميه كبيره ولا حاجه، اهوت ده ممكن يعمل لك كوبايتين يبقوا كويسين قوي، تمام؟ تعالوا بقى نتعرف على تاني وجبه معانا، او اهوت دي يا جماعه العشبه دي يعتبر عشبه سحريه اللي انتوا شايفينها دي، ده القرنفل او المسمار، انتوا برده هتشوفوه معايا اهوت، ده بيجي من عند العطار، ده له سحر رهيب بقى في ازاله الكحه والحساسيه والحاجات دي كلها، احتقان الزور، كل المشاكل دي، ده له سحر رهيب. من اول مره بس ان شاء الله هتحسي ان انت ارتحتي، مفيش عندك كحه، مفيش عندك احتقان في زورك، كل الحاجات دي ان شاء الله من اول مره هتشوفي الفايده بتاعتها. ده كده يا جماعه اسمها القرنفل او المسمار، ده بيجي من عند العطار. مجرد ان انت بس بتحطي كده حوالي 10 حبات ولا حاجه على كوبايتين ميه او 10 عيدان زي ما انتوا شايفين كده اهي، ده بتشيل كل الحساسيه وبتشيل كل الكحه وكمان بتريح الصدر، تمام؟ هنحط كمان العيدان ده اهو بالشكل ده كده، يعني حوالي 10 عيدان 8 عيدان يعني زي ما تحبش. هننزل عليهم بقى بالميه المغليه، هننزل عليهم كده بكوبايتين ميه مغليه زي ما انتم شايفين، ده كده. بعد كده هنغطي عليهم ونسيبهم كده على النار يغلوا حوالي 5 دقايق، وان شاء الله نرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعه هنصفاها مع بعض بعد ما غليناها على النار زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا زي ما انتم شايفين كده، ده كوبايه الكركديه زي ما قلت لكم. دلوقتي ممكن ان انت تحلها بالسكر او بالعسل، ما فيش اي مشكله خالص، حاول ان انت تاخدها مرتين في اليوم او ثلاثه، باذن الله هتحسي من اول يوم هتحسي فعلا بنتيجه كويسه جدا. فعلا والله يا جماعه انا كنت بعملها لاولادي، وكانت فعلا بتجيب معاهم نتيجه كويسه جدا، احسن من العلاجات واحسن من الادويه واحسن من كل حاجه. يلا كده نعمل الكوبايه الثانيه، ان شاء الله برده الكوبايه الثانيه هتبقى كويسه جدا وهتفيدكم. دلوقتي برضو كده يا جماعه معايا الوصفه التانية، هنعمل برضو وصفه كويسه جدا ووصفه مفيده. الوصفه دي هتشيل البلغم اللي هو بيبقى يعني بيبقى ماسك او بيبقى جامد في الحلق او في الزور او الحاجات دي كلها، ده بتشيل كل المشاكل ديت، وباذن الله برضو بتشيل الكحه، بتشيل الحساسيه، الاحتقانات، الحاجات دي كلها، ده ان شاء الله هتبقى كويسه جدا. نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل معانا الكوبايه.
دلوقتي كده يا جماعه انا معايا ليمونه زي ما انتم شايفين، ليمونه كامله. الليمونه دي بنغسلها كويس جدا وبنعقمها. ليه؟ لان احنا ان شاء الله هنشرب الميه بتاعتها. هنعمل فيها ايه؟ هنقطعها كده، هنقطعها طرنشات زي ما انتم شايفين كده، لازم نقطعها طرنشات. مش هنرمي القشر بتاعه ولا حاجه، لا انا عايز استفاد من القشر بتاعه ده. كده يا جماعه معايا الليمونه متقطعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ معايا طبعا اهم مكون معايا في الوصفه، اللي هو برضو هنستخدم القرنفل في قلب المكون دوت. واتحداكي لو انت عملت التجربه ديت وما عملتش معاكي النتيجه، ان شاء الله هتبان معاكي النتيجه من اول مره. هنعمل ايه؟ هناخد القرنفل زي ما انتم شايفين كده اهوت، او المسمار زي ما انتم عارفين بالشكل ده كده. هنعمل ايه؟ هنحط اهوت يعني، ممكن ايه تعملوها بالشكل ده كده، تحط القرنفل في قلب الليمون اهوت بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وهنحطها في الكوبايه، وهنحطها في الكوبايه بالشكل ده كده. وبرده هنجيب الطبقه الثانيه، يعني في كل طبقه كده هنحط فيها قرنفلتين او ثلاثه بالشكل ده كده اهو. انا متعمده ان انا احطهم في قلب الليمون. ليه؟ لان لو انا حطيت القرنفل ممكن ينفق الوش، ما يدينيش نتيجه كويسه، فانا عايز استفاد منه. هنحطه في قلب الليمون بالشكل ده كده، نفس الشيء برضو اهوت ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. هننزل عليهم بقى بالميه المغليه دلوقتي اهوت. ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين عملت الوصفه بتاعتي. هنعمل ايه؟ طبعا انا نزلت عليها بالميه المغليه، بعد كده هنقوم مغطيين عليها يعني حوالي نص ساعه كده ولا حاجه، لغايه ما تنزل كل الفايده اللي في الليمون واللي في القرنفل. حابه ان انت تغليها على النار، تدي لها غلوه كده ولا حاجه، مفيش مشكله. حابه ان انت تعملها بالطريقه ديت، ده هتبقى حلوه قوي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط عليها معلقه عسل نحل، عسل نحل طبيعي، ده هتبقى كويسه جدا وهتشربها على الريق. ده هتخلصك من كل السموم اللي في الجسم، وطريقه تانية كمان هتخلصك من البلغم والحاجات اللي هي دايما بتخلي الصوت بيطلع مش رايق، او بتحس ان في خروق يعني خرفشه كده في زورك، وهتخلصك من الكحه والتهابات الحلق. كل المشاكل دي ان شاء الله هتخلصك من الحاجات ديت. هتحط عليها زي ما قلت لك معلقه عسل، وهتشربها كده على الصبح قبل ما تاكلي او قبل ما تشربي حاجه دافيه كده على الريق. ده ان شاء الله هتنزل كل السموم الموجوده في الجسم، هتخلص جسمنا من كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها. ده كده يا جماعه انا عملت معاكم كوبايتين اتنين. الكوبايه اللي تعجبكم ممكن يعني تستخدموها او تشربوها، الكوبايتين افضل واحسن من بعض، ممكن انت تشربوها. بس اهم حاجه لو انت بتشربها على الريق، اشربي الكوبايه ام ليمون والقرنفل ديت، هتبصي تلاقي فيه نتيجه ممتازه جدا وعن تجربه، وان شاء الله هتجربوها وهتدعوا لي وهتكتبوا لي في الكومنتات باذن الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.